بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس رقم 70 من دورة التوكلي ميديا ستوديو الإصدار التاني تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. هنكمل الدرس اللي إحنا بدأناه ده درس إن شاء الله. هناخد النهاردة درس رقم 70 accessing table elements. تمام، بس التيبل اللي هي number indexed مفرس عن طريق الإيه؟ ها الأرقام، آسف الأرقام. اول شيء بيقول لك الوصول للعنصر لاستخدامه. طب الوصول للعنصر ليه بقى؟ اوصل للعنصر ليه؟ عشان استخدمه في اي عمليه من العمليات، زي الجمع لما يكون رقم، والمقارنه لما يكون رقم او نص، ممكن برضو ينفع في الايه، او نص اللي هو سترينج، او اظهاره في رساله، او اظهاره في ايه، في رساله وعمليات اخرى. من الاخر بتعامل معاه متغير، يعني العنصر في الجدول بتعامل معاه ايه، كمتغير، مع ده مش مع ده، وبتعامل مع ده مش مع ده، ده هو المتغير. كأنك بالظبط بتحجز مكان متغير، بس خمس ست متغيرات موجودين مع بعض في كرتونة مثلا، أو في علبة، أو في حاوية تجمعهم مع بعض. اتفقنا يا اخوانا؟ عرفنا الدرس اللي فات مصفوفة من النوع ده. أوصل له ازاي؟ سهلة جدا جدا طريقة الوصول. تمام، هي دي اهي، شفت الشكل ده، هو ده اسم الايه، المتغير. عايز اطبع رسالة اهو، ديالوج دوت مسج. عايز انصع مثلا إيه، مثلا 125، ها اطبعها ازاي؟ اقول له ماي تيبل العنصر ايه، الرابع. لاحظ العنصر الايه، الرابع. لو انت استخدمت بالشكل ده، خلي بالك انا بطبع ماي تيبل اتنين، ها ماي تيبل ايه، اتنين اهو. تعالى جرب المشروع. قال لك 125. طيب، وعشان برضو اثبت لك ان هو بيجي كمتغير، يعني متغير، بس ده ايه، المكان اللي متخزن فيه، يعني هو ده متغير، بدل انت بتخزن فيه انواع المتغيرات. واحد ما تجيش تطبع رقم 3 اهو، تعالى اطبع رقم 3 كده، ترو. تعالى خلي بالك، مش اي متغير من متغيرات الطبع، الجدول ما بيظهرش في خطأ، ما ينفعش. خلي بالك ايه اللي يظهر في الرسالة، اللي انت تستخدمه الرسالة. خلي بالك الرسالة هي، خلي بالك من الحتة دي، هي تظهر في سترينج، في ليبل مثلا، في تكست، اي شيء. اللي يظهر في الرسالة النمبر بيتحول سترينج، اللي يظهر في الرسالة دايما يبقى سترينج، لازم يكون سترينج، لازم يكون ايه، خلي بالك من النقطة دي، لازم يكون ايه، سترينج. طيب ما انت قلت له رقم، ما هو رقم سهل جدا يبقى سترينج، الرقم هيبقى 25، الكمبيوتر قايل له خلاص ادي اهو، حاطط لك 2 125، بس خلاص وصلت الفكرة بالنسبة له ايه، وبتظهر. ودايما السترينج دايما اللي بيرجع لك بايه، اسف، كل حاجة بترجع لك بالسترينج وبتروح لك سترينج، فما تجيش تطبع ده. ولو في عندك جدول ما تقولوش اطبع الجدول، ما فيش اصلا عندك، لو حطيت له كده اهو هيقول لك ايه ده، ما فيش عندي غير اصلا اسمه ماي تيبل اتنين. تعال، تمام، لا هو متغير من نوع ايه، جدول. تمام، ما ينفعش، خلاص. وكذلك في الفانكشن. تمام، طيب انت طبعت لنا من ده، انا عايز اطبع من ده، نفس الفكرة، هتكتب اسم الجدول، بس انت اللي تعد بقى، واحد اتنين مثلا، عايز اطبع كلمة ريدينج، يبقى ايه، ماي تيبل العنصر الكام، التاني، العنصر الاول، التاني، في بعض اللغات التانية، خلي بالك بعض اللغات التانية كان ده بيبتدي بصفر، يبقى صفر واحد اتنين تلاتة، لكن هنا بيبتدي بكام، ها بواحد. تمام، مسهلة عليك اهو، خلاص. تمام، يبقى بفضل الله كده عرفنا ان انا بخزن المتغيرات دي واتعامل معاها كمتغير برضو. يعني ممكن تقول هنا اظهر لي مثلا هنا ماي تيبل 4، 1 2 3 4 اهو، 4 زائد 4، يعني جيب المتغير كان، يعني دول هما كانهم الاثنين معادله اهو، كانك بتعمل هنا ايه كده بالظبط، خلاص وصلت اهو، كانك بتجمعهم من بعض. ممكن واحد يقول لك طب انا ممكن اعرف متغير بره اسمه اكس بيساوي ماي تيبل
ماي تيبل العنصر الرابع بتاعه، تمام، زائد زائد 4 زائد كام؟ بلاش 4، زائد 10، خلاص. وفي الاخر اطبع الاس هنا، ماشي، تفهمني؟ واحد يقول لك طيب بدل انت اكس هنا اكس، بدل انت اصلا ده هتظهره هنا، طب ما تحطه وريح دماغك يا عم، لسه هتعرف متغير ليه وتتعب الظاهرة والكلام ده. ما هو مرة واحدة 10 زائد 4، اه ممكن يعمل عملية الجمع في سير الرسالة، ممكن يعمل عملية الجمع في اي، تمام، مش عملية مباحة، تمام. تعال نجرب اهو، مية خمسة وتلاتين، 125 و10 يبقى كام؟ اخوانا 135. وصل الفكرة؟ يبقى في ديناميكية في التفكير بقى، خلاص، في ديناميكية في التفكير. يبقى خدنا كده الشكلين وعرفنا ازاي نطبع من الشكلين، تمام. بكتب اسم الجدول واسم العنصر ورقم العنصر اللي انا بكتبه لو مفرز بالارقام، لحد دلوقتي ما اتكلمتش بالفرز بالاسماء، خلاص. بس وصل كده، وبفضل الله كده اكون عرفنا الشكل التاني، وان شاء الله بعد ما ناخد الشكل المفرز بالاسماء ونعرف نوصل له ازاي، تمام، بس هنعمل مقارنة بين الاتنين وعيوب ده ومميزات ده والكلام ده، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.